للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية بزنس. هذا يعني دعنا نبدأ من اجتماعات البنوك المركزية. هذا أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من ناحية لدينا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ومن ناحية أخرى اجتماع البنك أوف إنجلند يوم الخميس. التوقعات تشير لتثبيت أسعار الفائدة، وهو يعني تثبيت بشكل حاسم إذا ما أردنا أن نقول ذلك، ولكن إذا ما تحدثنا عن التوقعات لهذا العام بأكمله، ما هي الإشارات التي نتوقعها من البنوك المركزية؟ مساء الخير استضافة. نعم، اجتماعي الفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا قد يكون مهمان في هذا العام، خاصة لأن الأسواق تنتظر بعض النبرة أو تغيير النبرة للبنك الفدرالي الأمريكي. على سبيل المثال، لا يوجد تغيير كبير أو تغيير جذري على البيانات الاقتصادية من شهر 12 إلى الشهر الحالي، سوى أن أرقام التضخم أيضا سجلت بعض الزيادة، بعض الارتفاع، مما أعطى الأسواق بعض الاحتمالية أو تخفيض احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في شهر 3. نبرة الفدرالي الأمريكي قد تكون المهمة، لأن منحنى النقط غير موجود في هذا الاجتماع، البروجكشن غير موجود، ولذلك نبرة جيروم باول هي قد تكون المهمة، المهمة الأقوى بالنسبة للفدرالي الأمريكي لكي يسيطر على الأسواق. بكل تأكيد عندما ننظر إلى المعطيات الأخيرة، الفدرالي الأمريكي لو ذكر بأنه تخفيض الفائدة قد يكون جاري في شهر 3 أو لم يكن جاري، هناك ما يسوغ قرار الفدرالي الأمريكي، سواء كانت بالنسبة لتوقعات الأسواق أو بالنسبة للبيانات الاقتصادية. لكن الفدرالي الأمريكي دائما ما يتجه كرد فعل للبيانات الاقتصادية. بناء على البيانات الاقتصادية، النمو 3.3% للقراءة الأخيرة، التضخم قد سجل بعض الارتفاعات، مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي ثبات عند 2.6%، الوظائف في آخر قراءة له على ما أعتقد الوظائف لحتى الآن تعطي إشارات مرنة بالنسبة للاقتصاد. لذلك كل ما يوجد بالبيانات الاقتصادية على ما أعتقد قد يدفع الفدرالي الأمريكي للتمهل، لأن يمضي بحذر كما يفعل دائما في بياناته. لذلك تثبيت الفائدة مع نبرة على ما أعتقد معتدلة بالنسبة للفدرالي الأمريكي قد تكون منطقية. الإشارات بأن شهر 3 قد لن يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة قد تكون هي مخاطرة بالنسبة للفدرالي الأمريكي، خاصة بأن الأسواق تتجه أو تسعر لتخفيض أسعار الفائدة أصبح 5 مرات حاليا، ومما يعطي إشارات بأن مصداقية الفدرالي الأمريكي على المحك. لذلك قد يتجه الفدرالي الأمريكي لنبرة معتدلة، توجيه الأسواق بأن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون في منتصف العام بطريقة أو شهر 5 تحديدا، قد يكون هو الإشارات الأقوى بالنسبة للفدرالي الأمريكي. واردا لذلك الهارد لاندينج بالنسبة لبنك إنجلترا قد يكون إشارات. أود الذكر هنا بأن ما يتواجد من التوترات الجيوسياسية قد تكون ضاغط أساسي أيضا لوجود تضخم أو وجود موجة أخرى للتضخم، مما قد يعطي الأسواق أو يعطي البنوك إشارات بأن إمكانية متابعة الحذر أو متابعة بالحذر لأرقام التضخم في الفترة القادمة قد تكون مناسبة قبل الشروع لتخفيض أسعار. طيب أحمد، دعنا يعني نتحول للإي سي بي المركزي الأوروبي. هناك بعض التباين في التوقعات حول خفض الفائدة، هل سيكون في يونيو أم يعني بدل من مارس؟ بالطبع يعني بالإشارة إلى أنه اليورو عم يسجل تراجعات ليس فقط في جلسة اليوم، بل يعني منذ مطلع العام اليورو يسجل تراجعات بحوالي 2%. نعم، أيضا قد يكون الاقتصاد الأوروبي شبيه بالاقتصاد الإنجليزي من ناحية أرقام النمو الاقتصادي، أرقام سلبية بعد قراءات عديدة مسطحة بالنسبة لقراءات النمو الاقتصادي، قد أعطت إشارات دافع بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي أو للأسواق لتوقع أن بنك أوروبا قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة بشهر 3. لكن عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية، التضخم لا يزال أيضا عند أعلى من 3%، لذلك المخاوف لا تزال من موجة جديدة. قد يكون الشيء الوحيد الذي يعطي إشارات مطمئنة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي هي أسعار الغاز. أسعار الغاز قد سجلت انخفاضات، مما قد يعطي إشارات لأن التضخم قد يسجل انخفاض. لكن أعيد الذكر بأن التوترات الجيوسياسية قد تكون دافع بالنسبة لأوروبا، قد تكون ضاغط أساسي على أرقام التضخم. كيف سيكون أداء اليورو هذا العام؟ ما هي التوقعات؟ قد يكون الضغط سلبي أكثر من الضغط الإيجابي على ما أعتقد. الضغط السلبي خاصة مع أرقام النمو الاقتصادي، أرقام سلبية، مستويات الدولار 7 سنت على ما أعتقد كسرة، قد يعطي دفع ثابت بالنسبة لليورو
هبوطا الى مستويات الدولار 3 سنين، خاصه لو جاء هو السيناريو لن اذكر سيناريو الصدمه بالنسبه للفدرالي الامريكي، او السيناريو هو التاخير لرفع اسعار الفائده، مما قد يعطي الاسواق عندما خفضت اسعار الدولار الامريكي مع تسعير تخفيض اسعار الفائده قد يعيد الدولار الامريكي ويسترد هذه الانخفاضات. الانخفاضات او عوده الارتفاعات الارتداد لتسجيل ارتفاعات الدولار الامريكي ستكون ضاغط سلبي على اليورو، مما قد يعطي اشارات بان امكانيه دولار 3 سنت على ما أعتقد قد تكون واردة لليورو في الفترة القادمة، خاصة لو دخلنا مرحلة الركود الضخم بالنسبة لأوروبا، وهي على ما أعتقد قريبة جدا بالنسبة لأوروبا. قراءة سلبية أخرى للنمو الاقتصادي ستعطي ركود تقني بالنسبة لأوروبا مع التضخم المرتفع، ندخل مرحلة ركود تضخم ستكون ضاغط أساسي على الاقتصاد الأوروبي، ضاغط على العملة المحلية، فعلى ما أعتقد دولار 3 سنت قد تكون واردة بالنسبة لليورو. أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.